أنا عارفة إنك جاية غصب عنك، وعارفة كمان إنك مش طايقة تبصي في وشي. مهما قلت يا دلال مش هغير رأيي فيكي. قولي اللي عندك. عاوزة أمشي. أنا أعذراكي، بس أكيد البنت ملهاش ذنب في اللي حصل بيك. أنا مش جايباكي هنا عشان أحنن قلبك عليها، ولا عشان تسامحيني على اللي عملته، ولا عشان أقولك إن أنا مظلومة من تهمة أنا ما عملتهاش. لأن اللي حصل حصل خلاص. كل اللي عايزاه منك انك تمشي في الاجراءات وتاخدي البنت وتمشي من هنا. مش عايزها تتربى في السجن. دي اختك برضه مهما حصل. وانا ايش عرفني ان هي اخت الجد؟ انت اللي زيك ممكن تعمل اي حاجه. لا يا كريمه، انا ممكن اكون مرات اب زباله، بس عمري ما خبط. والبنت دي بنت اختك يا كريمه. ابوس ايديك ارحميها، هي مالهاش ذنب في كل اللي حصل بينا. حتى لو صدقتك وصدقت ان هي اختي، اخدها ازاي؟ دي المفروض تقعد معاكي سنتين على الاقل. انا بقولك مش عايزاها تتربى هنا. انا متاكده انها معاكي هتتربى احسن من السجن. ابوس ايدك يا كريم، خديها وامشي من هنا بسرعه. شفتي؟ دي ما بطلتش عياط من ساعه ما اتولدت غير لما انت شلتيها. سميها يا كريمة، أنا لسه ما سميتهاش. كرم. هسميها كرم.